السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بحضراتكم في قناة الدكتور أحمد خليل على موقع اليوتيوب، القناة التي تحمل شعار التعليم التدريب التثقيف. أتمنى لكم دائما مشاهدة هادفة نافعة مثمرة شيقة طوال الوقت دائما ومعا إن شاء الله. هذه الحلقة أو هذا الفيديو هو ينتمي إلى المحور الإخباري في البرنامج الرمضاني للقناة. للتذكرة، احنا شغالين على 3 محاور على التوازي: المحور خاص بالمحادثات اليومية والمعايشات اليومية في اللغة، والمحور الثاني هو المحور الإخباري، اشتغلنا فيه حلقة إخبارية عن أخبار التعليم داخل مصر، تعليم قبل الجامعي أو التعليم الجامعي أو البحث العلمي داخل مصر، واشتغلنا في المحور المتخصص في إعداد بحوث علمية كبديلة للاختبارات التحريرية والشفهية في التعليم العالي في ضوء أزمة الكورونا العالمية، ووفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات في جمهورية مصر العربية. هذا الفيديو هو ينتمي إلى المحور الإخباري أو الشق الإخباري، ولكنه متخصص في أخبار التعليم في الوطن العربي وفي العالم. فلنبدأ فورا نلقي نظرة معا، نشوف أخبار التعليم في بعض الدول العربية وفي بعض دول العالم. البداية نبدأ من شركة مايكروسوفت الشهيرة، حيث أعلنت شركة مايكروسوفت العالمية أن حفلات التخرج الافتراضي عبر منصة تايمز ستدعم حتى 20,000 متخرج اعتبارا من 1/5 حتى 1/7. يعني في ضوء أزمة الكورونا العالمية، حتى حفلات التخرج حاليا ستكون بعضها إن لم يكن معظمها حفلات افتراضية. ويقول مسؤول الشركة على أنه يمكن للمؤسسات التعليمية التي لديها ترخيص مجاني لاستخدام أوفيس مايكروسوفت أوفيس 365 A1، والذي تقدمه مجانا للمؤسسات التعليمية اللي هي خاصية اسمها Teams Live Events، مع ما يصل إلى 20,000 شخص بدون أي تكلفة إضافية. بمناسبة هذا الخبر، برضو أخبر حضراتكم أن موقع فيسبوك الشهير سيقدم منصة لحفلات التخرج الافتراضية قريبا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتم التعاقد مع عدد من المشاهير، وأول حفلة تخرج على الفيسبوك افتراضية هتكون ضيف الشرف الحفلة أوبرا وينفري وعدد آخر من مشاهير العالم. من مايكروسوفت والحفلات التخرج الافتراضية ننتقل إلى شركة ماستر كارد الشهيرة. شركة ماستر كارد طبعا كلنا عارفين موقعها في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي مسؤولة عن منح التراخيص للبنوك حول العالم بإصدار البطاقة الائتمانية الشهيرة، بطاقة ماستر كارد، وتتعامل مع 33 مليون متجر حول العالم، وتوفر خدماتها ل 1.9 مليون صراف آلي أو ATM كذلك. الخبر بتاعنا إن شركة ماستر كارد ستقوم بتقديم دروس مجانية على الإنترنت في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للأطفال، أيضا تدريب المعلمين أولياء الأمور عبر برنامج اسمه Girls for Tech Connect. تقدر تبحث عنه عن طريق أي سيرش إنجن معروف، جيرلز، برنامج جيرلز فور تيك كونكت، بالتعاون طبعا مع شركة سكولاستيك العالمية اللي هي شريك ماستر كارد في مجال التعليم. ومن شركة ماستر كارد ننتقل إلى اتحاد الجامعات العربية بقيادة الأستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة، حيث أنشأ اتحاد الجامعات العربية منصة إلكترونية للتعلم عن بعد للطلاب العرب في ضوء أزمة الكورونا العالمية. وصرح الدكتور عمرو سلامة أن هدف المنصة توفير التعليم عن بعد للطلاب العرب في ضوء أزمة الكورونا العالمية. والمنصة تتكون من عدة عناصر، منها الفيرشوال كلاس رومز، الفصول الافتراضية، محاضرات مسجلة، غرفة اجتماعات افتراضية، أيضا قاعة افتراضية لكل مادة علمية. على المستوى الشخصي أثق جدا جدا أن اتحاد جامعات بقيادة الأستاذ الدكتور عمرو سلامة سيقدم نموذجا مميزا للتعليم عن بعد وتوفير بيئة تعلم افتراضية نموذجية لكل عناصر العملية التعليمية في التعليم الجامعي العربي.
من اتحاد الجامعات العربية ننتقل إلى المملكة العربية السعودية، حيث بدأت الجامعات السعودية في تقويم الطلاب واختبارهم عبر منصاتها الإلكترونية والبرامج التقنية المعتمدة تزامنا مع جائحة فيروس الكورونا المستجد عبر 12 وسيلة تقويمية، منها على سبيل المثال تيك هوم إكزام، موديل مايكروسوفت، بلاك بورد إكزام، 12 وسيلة. وما زلنا في السعودية، حيث اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ مشروع تطوير مسارات الثانوية العامة والأكاديميات المتخصصة، وده شيء عظيم يعتبر في يعني نقلة نوعية في التعليم السعودي، والذي بدأ تطبيقه سيبدأ تطبيقه من العام الدراسي القادم بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتحسين مخرجات التعلم الأساسية ومهارات القرن 21 والثورة الصناعية الرابعة. بالمناسبة يعني هذا المشروع العملاق التعليم التربوي في السعودية من ضمن مكوناته أكاديميات علمية اللي هي STEM، عارفين إن إحنا STEM طبعا STEM Science مجال العلوم والتكنولوجي، تكنولوجيا الإي إنجينيرينج الهندسة والماثيماتكس والرياضيات، هتبقى في أكاديميات متخصصة في هذه المجالات، تغييرات جوهرية في المناهج الدراسية، تدريب مهني للمعلمين ومسؤولي العملية التعليمية، تعزيز القيم الدينية والهوية الوطنية من ضمن الأهداف المشروع، توفير مسار متخصص للعلوم الشرعية، توفير مسار متخصص للبزنس ادمنستريشن لإدارة الأعمال. يعني مشروع يعني بعد نجاحه اعتقد انها هتكون في نقلة نوعية في النظام التربوي داخل المملكة العربية السعودية. من السعودية ننتقل إلى سوريا، حيث أعلنت الحكومة السورية إنهاء العام الدراسي لأكثر من 4 ملايين تلميذ طالب ودارس في المدارس، وترفعهم وصعودهم صفا دراسيا واحدا باستثناء طلاب الشهادات الرسمية، مع وضع خطة لتعويض الدروس مع بدء العام المقبل مع استمرار تعليق الدراسة في إطار أزمة الكورونا الشهيرة. وبكده في عند سوريا تنتهي أخبارنا، ولا تنتهي أملنا في عودة سوريا وفلسطين والعراق وكل الشعوب العربية أن تعود، ندعو الله أن تعود إلى العيش في أمان وسلام. شكرا جزيلا على المشاهدة الكريمة، ويشرفني الإعجاب بهذا الفيديو ومشاركة الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. شكرا جزيلا.